أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة 我以复活日门誓 لا أقسم بالنفس اللوامة我以自责的灵魂门誓 أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 难道人猜想我绝不能聚合他们的颌骨吗 بل قادرين على أن نسوي بنانه 不然我将聚合他的颌骨而且能使他的每个手指复原。不然人欲长此放荡下去。你问复活日在什么时候？当眼目昏花وسفى القمر 月亮昏暗 ومع الشمس والقمر 日月结合的时候 قول الإنسان يومئذ أين المفر 在那日人将说逃到哪里去呢 كلا لا وزر绝不然绝无任何避难所 إلى ربك يومئذ المستقر 在那日唯有你的主那里有安定之所 ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر 在那日个人将被告知自己前前后后做过的事情بل الإنسان على نفسه بصيرة 不然个人对自己就是明证 ولو ألقى معاذيرة 即使他多方托辞 لا تحرك به لسانك لتعجل به 你不要摇动你的舌头以便你仓促地诵读它إن علينا جمعه وقرآنه 记合他和诵读他却是我的责任 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 当我诵读他的时候你当静听我的诵读 ثم إن علينا بيانه然后解释他也是我的责任。كلا بل تحبون العاجلة 真的你们喜爱现世的生活 وذرون الآخرة 而不顾后世的生活 وجوه يومئذ ناضرة 在那日许多面目是光滑的إلى ربها ناظرة 是仰视他们的主的 ووجوه يومئذ باسرة 在那日许多面目是愁苦的 ظن أن يفعل بها فاقرة 他们确信自己必遭大难كلا إذا بلغت التراقي 真的灵魂达到锁骨 وقيل من راق 有人说谁是驻游的 وظن أنه الفراق 他的确是离别
وتفت الساق بالساق 此时金与金相结缠إلى ربك يومئذ المساق 在那日他只被驱赶到你的主那里 لا صدق ولا صلى 他没有信道也没有礼拜 ولكن كذب وتولى 他否认真理背弃正道ذهب إلى أهله يتمطى 然后傲慢地走回家去 أولى لك فأولى 毁灭已渐渐地临近你 ثم أولى لك فأولى 毁灭已逐渐地临近你أحسب الإنسان أن يترك سدى 难道人猜想自己是被放任的吗 لم يكن نطفة من مني يمنى 难道他不曾是被射出的精液吗 ثمما كان علقة فخلق فسوى 然后他变成血块而真主加以创造他使之成为肢体完全的人吗 جعل منه الزوجين الذكر والأنثى 他用精液造化两性男的和女的أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى 难道那样的造化不能使死人复活吗